اهلا وسهلا بكم معنا اول حلقات في برنامج عالم جمال عالم مارينا. هو هدفي في البرنامج ان احنا نتعلم مع بعضينا ازاي نبقى جمال، وفي نفس الوقت برضو عايزين نتعلم مع بعضينا ان ازاي نهتم بنفسينا من الجمال الخارجي ومن الجمال الداخلي، وعايزين نعلم البنات اللي هم ما عندهمش اي ازاي نهتم بنفسينا ونكون جمال. نبتدي مع بعضينا واحدة واحدة من الجمال الخارجي والجمال الداخلي وجمالنا برضو واحنا في المطبخ. معانا نجنوجة في المطبخ، اهلا بيك يا مريم. اهلا بك. عاملة لنا ايه النهاردة؟ النهارده عامله لك اكل بقى من اعماق الريف المصري، برام رز معمر، بس عاملاه على طريقتين، طريقه نجنوجه وطريقه نهودي. نهودي دي عمتي، فانا عاملاها لكم على الطريقتين وتشوفوا. وعاملاك لكم اكله من الاكل الشامي الجميل من اهلنا الشوام، هي يعني مقتبسه من الكبه اللبنيه، هي كوبيب، هي كفته لبنيه، وعامله لكم موز بانيه. تمام. احنا برضو بنتكلم في المطبخ وبنتكلم عن جمالنا. عايزة برضو ادي فكرة برضو للبنات عن البرنامج، ان احنا في كل حلقة هنديكم معلومة ليكم انتو شخصيا. في بنات بتبقى مش لاقية شغل، او هي في نفس الجمال او في خبير التجميل وناقصها حاجات معينة. احنا هنا في برنامجنا بنعلمكم كل حاجة، ازاي تهتمي بنفسك، ازاي تهتمي ببشرتك. واحدة واحدة برضو هنتعلم مع بعضينا في كل حلقة في معلومة جديدة، انك انتي ازاي تعملي الشيء ده لنفسك. طبعا عشان احنا في ظروف الكورونا اللي احنا فيها، معظم حاجتنا بتكون في البيت، مش كل الناس بتنزل الصالون. فهبتدي معاكو ان احنا هنعلم كل البنات كل حاجة، من تركيب شعر، من مايكرو بليدنج، من ميك اب، من تاتو، من كل حاجة هي عايزة تهتم بيها، من بديكير، من هارد جيل او جيل. ازاي نبدأ مع بعضينا واحدة واحدة. هو برنامجنا يعتبر برنامج تعليمي، انك انتي تتعلمي الشيء، انك ازاي تعملي لنفسك، وهديكوا كل خبر المهنة وهخليكوا تتعلموها من الالف للياء. انا دلوقتي هبدأ معاكم. معانا تيري الموديل. اهلا بيك يا تيري. هلو، ازيك يا مارينا؟ هنبتدي دلوقتي ان انا هبتدي هوريكو. هنبتدي بتركيب الشعر، ازاي ان احنا نركب شعرنا وفي نفس الوقت يبان ناتور ويكون شكله طبيعي جدا. منها ان احنا بندي شكل جمالي، وفي نفس الوقت بنتعلم مع بعضينا يعني ايه دبل فيس، يعني ايه تركيب الشعر. اوكي، احنا بقى دلوقتي هنشوف معايا. منورة يا نجنوج. الله ينورك يا حبيبتي، بنورك. زي ما احنا بقى شايفين مع بعض دلوقتي بنقسم الشعر. احنا كده دلوقتي هنبتدي نقسم الشعر، ودي الخصل اللي احنا هنركبها. بنشيل اللزقة دي كده. اوكي، بنركب كده وبعدين بنلزق كده. بيكون معانا حاجة برضو اسمها بينز. البنز دي بنبتدي نكبس بيها الدبل فيس، علشان لما نشد كده متبقاش هي حسب حاجة حسب حاجة كده. بعدين بنقسم برضو جزء كده، اوكي. فبيبان بقى الشعر كأنه طبيعي. طبعا احنا كبنات بنبقى عايزين نهتم بنفسينا
ومش بنبقى عارفين نعمل ايه او ايه الصح او ايه الغلط. بنلاقي في ناس بيبقى ليها كذا رأي، فاحنا برضو عايزين نعرف الناس ان الدبل فيس مش لازم يكون لحد معين. يعني ممكن واحدة يكون مثلا شعرها دهني ما ينفعش قوي معاها الدبل فيس، بديل بقى ليها ان في حاجة برضو اسمها ترندات. الترندات دي برضو هعلمها لكم في الحلقات اللي جاية دي ان شاء الله، هنتعلم مع بعضنا كل حاجة. هعلمكم انواع التركيب وانواع الصبغات وانواع الميك اب واسرار الميك اب بقى والمايكرو بليدنج والرموش الدايمة. بنقسم كده اهو، سهل جدا ما فيش منه اي حاجه، لان في ناس برضو بتعمله باسعار يعني مهوله. انت تقدري انك انت تشتري الشعر ده وتركبي لنفسك. الاماكن بقى اللي بيكون متوفر فيها الشعر الطبيعي، اماكن تكون بتبيع شعر اصلا طبيعي. وطبعا للناس اللي عايزه تعرف معلومات اكتر وتفاصيل اكتر، لان ما ينفعش نقول اسم حد، فيبعت لنا على صفحه الفيسبوك ونقول نجيب منين. ممكن كمان برضو تتواصلوا معانا على الصفحه او ارقام التليفونات اللي موجودة على الشاشة دلوقتي. ميرولا بيوتي سنتر. عايزة بقى النهاردة اكلمكم عن جمال المودلز معانا وجمال نجنوجة، اللي ريحة الاكل بتاعتها بصراحة فظيعة. وصلنا لحد فين كده يا نجنوجة؟ انا عايزه اقول لك بقى الحاجه بتتعمل ازاي. الموز بقى ايه مكونات يا نجنوجة؟ ايه مارينا؟ المكونات اللي انت بتعمليه ده طيب ايه؟ بصي يا حبيبتي، الكفته زي ما بنعمل كفته عادي خالص، بصل ملح وفلفل، بس هنا انا حاطه لها شويه برغل. البرغل دي انا المفروض اللي هنزل على الشاشه الطريقه عندك، ممكن تحطي من اول ربع كوبايه، يعني لو هنقول كوبايه لحمه مفرومه هنحط معاها من اول ربع كوبايه برغل توصلي للكوبايه زي ما انت عايزه، وهتعمليها كور عاديه خالص. وبعدين هنحمرها زي ما انا بحمرها دلوقتي. اللبنيه دي بقى بتتعمل ازاي؟ المكونات اعزائي المشاهدين موجوده على الشاشه. زبادي مع شوية نشا بندوبهم على البارد ومعاه شوربة، وبعدين لما بنحمر الكفتة بنحطها برضو تستوي شوية. أنا بعمل كده يعني، بحطها شوية مع شوية لبن أو شوربة تستوي برضو شوية بعد التحمير، لأن أنا مش عايزاها تقعد كتير في الزبادي. الزبادي لما بيتحط فيه كتير بيفرود كده، ميبقاش حلو. ده بالنسبة للبنية. وبعدين بقى بنعمل لها تقلية بالثوم والكزبرة الخضراء والناشفة. بس دي تمام. بالنسبة للكفتة. الرز المعمر بقى على طريقة نجنوجة بتتعمل باللبن بس. دايما كانوا بيقولوا ايه، الرز المعمر بيطلع ني. كوباية رز عليها 3 لبن، كل كوباية عليها 3 لبن وملح وفلفل ومعلقه سمنه وقشطه. دي طريقتي. طريقه نهودي بقى انها بتعمل ايه، على الكوبايه بتحط 2 لبن ونص شوربه ونص ميه. ده الرز المعمر، وان شاء الله يطلع زي الفل ويعجبكم ان شاء الله. هي بصراحه الريحه جميله. الله يخليك يا حبيبتي. بالنسبه جميل. للموز بقى، احنا كتير قوي بنرمي الموز، اول ما بيسود بنرميه. انا جايبه لكم النهارده معايا موز اهو مسود اصلا،
بس لما هنفتحه طبعا هنلاقيه محطوط في التلاجة، لما هنفتحه هنلاقيه من جوه أبيض. طب بدل ما نفضل نرمي، فأنا فكرت إن احنا نعمله بانيه. بانيه عادي زي ما بتعملي أي بانيه، بيضة بتحطي عليها عصرة ليمون فانيليا وقرفة، وبتجيبي برضو طبق فيه دقيق ومعلقة كورن فلاور أو نشا، ويا بقسماط لو هتعملي بقسماط بس برضو تحطي عليه شوية فانيليا وقرفة، أو البسكويت اللي هو العادي السادة خالص بيتطحن، أو كورن فلاكس. وأنا حواليكوا برضو دلوقتي إزاي هنعمل. زي ما احنا شايفين كده اعزائي المشاهدين، المكونات موجودة على الشاشة كده. احنا هو قربنا نخلص، ما خدش وقت خالص. شايفين يا بنات الفرق؟ بصوا بقى يا بنات، برضو في ناس بتبقى عايزه تعرف ان الاكستنشن ايه فايدته. ان احنا بندي للشعر طول وبندي له تقل، عشان في ناس بيبقى شعرها خفيف جدا بيبقى مضايقها نفسيا. وعلى فكره للبنات برضو اللي بتسال ازاي هقدر اسرح شعري بطريقه عاديه جدا، اهو الشعر بيتسرح مفيش منه اي مشكله. ومثلا الناس تبقى خايفه محسن يقع منها، مستحيل يقع، يعني مستحيل، يعني حتى لما نجل كده اهو اهو خلاص هو كاسبت. بنعمل له بقى اعاده كل 3 شهور، اللزق نفسه بينزل لتحت مع الشعر لما بيتوزع. بنيجي نعمل صبغه بيبقى اللون من فوق، الروتس بتبتدي تطلع بيبقى ده لون وده لون، نفس الفكره ان اللزق لما بنلزقه عند الروتس، ولما بيبتدي ينزل بينزل مع الشعر لما بيطول، يعني ما بينزلش لوحده. طبعا ايه اللي ينفع مع انهي شعر التركيب ده؟ الدبل فيس بينفع مع الشعر الجاف والشعر العادي، لكن الشعر الدوني بنفضل ان احنا نعمل حاجة اسمها ترندات. الترندات دي عبارة عن خرز رفيع جدا بيتركب برضو بنفس الطريقة، سهل جدا ما بياخدش برضو وقت. احنا تقريبا خلصنا النص ده من النص ده، اوكي شايفين الفرق ما بين الجنبين عامل ازاي، وما فيش منه اي اضرار نهائي طالما بيتحط مظبوط وبيتشال مظبوط، فيش منه اي اضرار، ومش بينزل اثناء الشاورز او التسريح او اي حاجه. وممكن نصبغه عادي لون الشعر، هو بيبقى الشعر بتاع، مش هتبقى حاجه مصطنعه، يعني هي حاسه ان هو بيكون شعرها، حتى لو هي حابه تقص قصه معينه بيبقى شكله جميل فيها. شايفين الفرق؟ طبعا احنا برضو في حلقاتنا هنبتدي نتكلم عن كل ما يخص الجمال. والبنات اللي هي بتكون بتاخد كورسات كتيرة وحاسة ان برضو مفيش فايدة، في ناس بتحب تدي نص المعلومة بتخلي ليها هي النص التاني، انا هنا معاكم هديكم كل المعلومات اللي تخص البيوتي سنتر والجمال عموما، هديكم كل اسرار الجمال من مطبخ للجمال الخارجي للجمال الداخلي، ازاي تحب نفسك وازاي يكون عندك ثقة بنفسك وازاي يكون شكلك حلو وفي نفس الوقت الشكل الخارجي بيكون كويس. وبرضو احنا في عاملين خصومات حلوة جدا بمناسبة الحلقة الجديدة، عاملين خصم 50% لأول 10 متصلين في تركيب الشعر على الارقام اللي على الشاشة مع بيوت سنتر ميرولا. احنا دلوقتي ركبنا الشعر، وان شاء الله الحلقات اللي جاية هنتعلم فيها التاتو، المايكرو بليدنج، تركيب الرموش، تركيب انواع الشعر التانية، في برضو حاجة اسمها اكستنشن. الاكستنشن ده بيتركب وبيتشال، برضو هنتعلم ازاي نركبه لنفسينا. في ناس بتضطر تروح للبيوت سنتر عشان تركب الاكستنشن، انا هنا هعلمكم كل حاجة لنفسكم في البيت. طبعا عشان ظروف الكورونا اللي احنا فيها الناس بتبقى عايزه تعرف تعمل الحاجه لنفسها، فده طبعا انا هديك كل المعلومات ومش هخبي عنكم اي معلومه. وصلنا لحد فين يا نجنوجه؟ خلاص دلوقتي انا عملت، انا بقى اجي اشوف كده. تعالي شوفي ده، انا جهزت دلوقتي كده اللبنيه اللي انا بقولك عليها، هي ما تقعدش على النار كتير
ولازم تبقى على نار هاديه. تمام. اوكي. وهعمل لها دلوقتي الايه التقليه بتاعتها. مش هدوق حاجه بقى؟ الريحه صعبه بصراحه، الريحه جميله. ان شاء الله الطعم كمان يبقى حلو. هخلص ده واوريكي بقى ازاي نعمل الموز، لانها حقيقي حلوه جدا. وبعدين ممكن بقى هتقدميها بكذا حاجه، تحطي عليه عسل ابيض، صوص شوكولا، كراميل، قرفه بسكر بس، ايس كريم. وانا جايبه لكم كمان كيك، هنحط تحت الموز كيك بعد ما نقليه، ونحط ده بقى فوقيه. افكار جديده جميله. قولي بقى نجنوجه، بالنسبه للسيدات اللي تبقى في البيت بتبقى دايما مسحوله في المطبخ، هل ست البيت المطبخ يخليها ان هي تتخلى عن جمالها؟ معنى ان هي تكون ست بيت، هل ده معناه ان هي تتخلى عن جمالها؟ بصي، هو مش المفروض ان احنا نعمل في نفسنا كده ابدا. يعني انت كل يوم هتقفي تطبخي، طب هتهملي نفسك لغايه امتى؟ مش هينفع. وبعدين يعني زي ما بقول، نحب الحاجه اللي احنا بنعملها، ونحاول ازاي برضو ندور على الطرق اللي احنا ما نتعبش نفسنا بيها قوي. يعني نشوف الطريقه اللي احنا نعملها، وكمان لازم نهتم بنفسنا. لو ما اهتمتيش بنفسك مش هتحبي اللي انت بتعمليه ابدا. صح خالص. يعني في ناس بيبقى مش حابين خالص المطبخ، بتقول انا خايفه المطبخ يبوظ لي ضوافري، يبوظ لي شعري، يبوظ لي الميك اب بتاعي. ازاي هي تبقى عندها الحب ان هي تعمل الحاجه، يعني ما يبقاش عندها خنقه من ال بس انا دايما بقول ايه، لازم نحب، طالما احنا مضطرين ما قدامناش حل تاني، لازم نحب اللي احنا بنعمله. يعني لازم نحبب نفسنا في اللي احنا بنعمله. كل يوم هتقفي لازم هتعملي لبيتك، لولادك، لجوزك، لازم هتعملي ده. فيعني هكره نفسي، طب وبعدين؟ مش هينفع. يعني لازم نحبب نفسنا، ونشوف الطرق اللي احنا نعملها بطريقه تسهل علينا الدنيا شويه. طب وفعلا المطبخ ممكن يقلل من جمالها؟ لا. طب عايز اسالك سؤال، هو انت شايفاني وحشه؟ لا زي القمر. بس في ناس بيبقى عندها الاعتقاد ان انا لما اخش المطبخ لا ده انا كده هبوظ. لا غلط. أنا غلط غلط خالص خالص. يعني ده وجهه نظر انا شايفاها مش سليمه خالص. بالعكس، انت بتبقي حابه انك انت تعملي حاجه، ولما اهل بيتك بياكلوا الحاجه يبقوا فرحانين بيها، بالعكس ده جمال ليكي، ده يزود جمالك ان انت بتعملي حاجه وشايفاهم هم مبسوطين وهم بياكلوها، ولادك وكل بيتك. ف انا شايفه بالعكس، انا شايفه ان ده بيزود الجمال مش بيقلله. صح. بصي، اللي عايزه تهتم بنفسها هتعرف تهتم بنفسها، اللي مش عايزه مهما عملتي مش هم. يعني مش المطبخ اللي هيخليها ما تهتمش. صح. ما هي ممكن واحده تكون بتشتغل وتقول لك انا ما عنديش وقت. لا. طب احنا برضو عايزين نعلم زي ما بنعلم البنات برضو ازاي يبقى عندها مهنه خاصه بيها، وازاي يكون عندها الشغل الخاص بيها، نتعلم حاجه جديده، لان في ناس ما بتلاقيش شغل، وفي نفس الوقت بتقعد تضطر انها تاخد كورسات كتيره، وكل كورس بمبلغ. وعالم التجميل كل حاجه وليها حاجات، يعني الميك اب ارتست في منه مجال لوحدي، الشعر متقسم اجزاء، كورس القص، كورس الترميم، كورس التركيب الشعر، كورس الصبغه، بيكون متنوع في حاجات كتيره. فاحنا برضو عايزين انك انت تعلمينا كده كل فتره، لان بيبقى في ناس بتبقى لسه متجوزه يعني ما تبقاش عارفه تعمل الاكل المصري بتاعنا. اكيد احنا ممكن هنبدا معاهم مع الاول ما بنقول الرز بيتعمل ازاي. سهل جدا. من مع يعني هي كوبايه رز، الرز المصري قدامك كوبايه زيها او كوبايه وربع عشان تظبطي الرز. دايما نقول لك ده معجن، ده مش مستوي. وبتحطي له بقى وتقلبيه بقى شويه مع سمنه وزيت وكده، وبيبقى حلو جدا. لان بصراحه احنا بنشوف مصايب في الناس اللي تبقى لسه متجوزه جديد، تبقاش واخده على الوضع المطبخ. لا، لازم نبدا شويه بشويه بالراحه، واهم حاجه ان ما تبقيش مستعجله، توضب حاجتها اللي هتستخدمها جنبها زي ما احنا عاملين كده. انا هعمل ايه النهارده؟ هعمل 1 2 3، بجهز حاجتي جنبي. النار تبقى هاديه، بالذات اللي لسه بيبداوا يتعلموا الطبيخ ما يعملوش ابدا اكل على النار عاليه.
ولو حصل يشيلوا الحاجه الاول من على النار ويهدوا، بيتلبكوا والحاجه تتحرق منهم. فلا هنبدا بالراحه جدا، ممكن نبدا من البدايه نقول كل واحد يعمل ازاي الاكل. طب يلا بقى انت خلصي هنا نجنوجه يلا عشان حبيبتي تهدم لنا العرض بتاعنا النهارده ونروح للموديل بتاعتنا الجميله. اتفضلي. عامله ايه ترى؟ تمام الحمد لله. عشان خلاص احنا قربنا نخلص. عايزه اقول لكم تاني، اي حد هيتصل بينا هيحصل على خصم 50% لاول 10 متصلين، وكمان في كورسات برضو برايفت للبنات اللي هي مستعجله وعايزه، لا انا عايزه اتعلم بسرعه. واسعارنا قليله جدا، سوري، واسعارنا قليله جدا لان انا بحب اتعلمنا من الصعب، فعايزين ندي للبنات الحاجه السهله يعني ما بقاش برضو عدينا عليهم كده. احنا خلصنا تركيب الشعر، وان شاء الله الحلقه الجايه هنكمل سلسله تركيب الشعر ازاي، وهعلمكم الصبغات والقص. قررت تخلصي يا نجنوجه؟ خلاص قربنا خلاص. يلا عشان عايزين العرض بتاعنا خلاص يجهز. الرز المعمر اهو، عشان فاضل دقيقتين، والكفته اللبنيه اهي. كل اللي هنعمله بس التقليه زي ما بنعمل التقليه، توم وكزبره وهنحطها عليه ونحط الكفته عليها. اوكي معاكي دقيقتين. طب يلا بقى طلعي لنا. والموز البانين يعني ممكن ما نلحقش دلوقتي نعمله اهو، ده طريقته. بس المهم ان احنا لما نعمله لازم يتحط في فريزر يجمد خالص وبعدين نحطه على الزيت. اوكي بس، ونطلعه ونحط بقى عليه الكيك، العسل، الصوص شوكولا، ايا كان ايه فيه. طب يلا بقى طلعي لنا الحاجه اللي جهزت معاكي، واللي ما جهزش قادرين ان احنا نكمله المره الجايه. يلا. طبعا زي ما قلنا لكم ان خصم 10% لاول 10 متصلين، قصدي 50% سوري، لاول 10 متصلين ببيوتي سنتر ميرولا على الارقام اللي موجوده على الشاشه. انا النهارده سعيده ان انا موجوده معاكم، متوتره شويه بس ان شاء الله اديكم احسن النصايح واديكم كل المعلومات، مش اخبي عنكم اي معلومه. وشكرا للموديل الجميله تيري. وخلصنا الاكل. خلاص يا حبيبتي خلاص، هناخد ده. مبسوطه النهارده معانا؟ ميرسي. انت شطوره وربنا يوفقك، وفعلا الشعر خفيف جدا، مش حاسه، انا مش حاسه ان انا مركبه حاجه، فده طبعا ده نجاح يعني، ربنا يوفقك. ميرسي يا جميله، انت جميله لوحدك. كده الاكل معانا جاهز. خلاص اهو الكفته اهي جاهزه تماما اهي. نجنوجه وقتنا خلص النهارده في حلقتنا، انا بشكرك جدا على تعبك معانا. كمان اتشرفت بيك، الاكل كان جميل قوي، وان شاء الله تكوني معانا في كل الحلقات. وزي ما اتفقنا عايزين نعلم كل البنات الاكل زي ما بنعلمهم ازاي يهتموا بنفسهم، برضه عايزين نعلمهم ازاي يعملوا الاكل في البيت. اكيد ان شاء الله. وبنشكركم اعزائي المشاهدين، واشوفكم في الحلقه الجايه ان شاء الله في نفس الموعد. قدام توفيق من الله، مع السلامه.